مستخدماً 300 شاحنة محملة ب4000 طن من الثلوج، وعمل استغرق شهراً ونصف، حطم رجل كندي الرقم القياسي العالمي لأضخم متاهة ثلجية. كلينت ماس بتصميمه هيكلاً ثلجياً قاربت مساحته 2800 متر مربع تجاوز الرقم القياسي السابق بأكثر من 1000 متر مربع. من سانت أدولف في مقاطعة مانيتوبا وسط كندا جئناكم بالمادة التالية. ارتفاع جدرانها يقارب المترين بسماكة 50 سنتيمتراً تجنباً لذوبانها بسرعة. في الداخل تنتظر الزوار تماثيل جليدية واستراحات 5 مزودة بمواقد نار يمكن الاستدفاء بها، كما تساعد في تحديد مكان الخروج من المتاهة، والوقت اللازم لقطعها يقدره مصممها كلينت ماس ب40 دقيقة. في فبراير 2019 جرى الاعتراف بمتاهاتنا الثلجية على أنها الأكبر في العالم. هذا العام بسبب الوباء أردنا جعلها أكبر. الأنشطة في الهواء الطلق مهمة بشكل خاص أثناء الوباء. وفقاً لمنشئي المتاهة، يمكن للزوار أن يروحوا عن أنفسهم بشكل صحيح ويعوضوا فترة الإقامة الطويلة في الحجر الصحي. تضمن مساحة المتاهة الكبيرة حصول التباعد الاجتماعي. مدينة مانيتوبا باتت قبلة سياحية، والمشروع الذي كلف 75,000 دولار يحتاج صاحبه أن يتجاوز عتبة 10,000 زائر ليبدأ بتحقيق الربح. نحن نحب هذا النوع من النشاطات. المتاهات تجلب متعة كبيرة للكبار والصغار. هي ليست المرة الأولى. المزارعان الكنديان يصممان المتاهات منذ أكثر من 20 عاماً، لكنهما اعتادا على تصميم متاهات حقول الذرة، ولهذه الغاية يستخدمان نوعاً خاصاً يزيد ارتفاع سيقانها عن مترين.